فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يحلفون بغير الله، وإذا قيل لهم إن هذا شرك قالوا إنما هو مجرد لفظ باللسان وليس اعتقادا منا بالقلب، فهل كلامهم صحيح؟ الله أعلم بالنيات، نحن لا نعلم، لكن حنا ننصحهم ويقولون هذا ما نويناه، هذا بينهم وبين الله، لكن الواجب علينا نصيحتهم ألا يحلفوا إلا بالله. نعم.